إلى شأن السياسي الآن، أين تدخل أو تدخلت جبهة المستقبل في المحليات المقبلة؟ تدخل ب39 قائمة للمجالس الولائية وعبر أزيد من 800 بلدية، حيث اعتبر رئيس الجبهة عبد العزيز بالعيد أن مشكلة جمع التوقيعات حرمهم من المشاركة في هذه المحليات بنسبة 100%، حيث تجاوزت التوقيعات في بعض البلديات حجم الوعاء الانتخابي بها. محمد بومجو رصد التالي. مناش نصليو مع بعضنا، أدخلنا في 803 ولايات بالنسبة للبلديات، 803 بلدية دخلنا على مستوى وطني، ودخلنا في 39 قائمة ولائية. بالطبع ما دخلناش في كل الولايات، هذا راجع كسائر الأحزاب إلى التوقيعات في الولايات في بعض البلديات والولايات، وهذه التوقيعات فيها نقاش كبير. نعطيكم أمثلة يعني مضحكة، في بعض البلديات الوعاء الانتخابي فيه 3000 2000 4000، والقوائم اللي موجودة فوق 5000 و6000 لما تجمعها توقيعات، فتوقيعات فوق الوعاء الانتخابي. أما بخصوص لجوء الحكومة للاستدانة الداخلية، فاعتبر أن المشكلة اليوم بالجزائر هو مشكل تسيير وليس أموال. المشكل في الجزائر ليس بمشكل مالي لما يفكروا فيه، هو مشكلة تسيير، هو مشكلة برنامج، هو مشكلة وضوح الرؤية المستقبلية. لأن يضحكوا لنا الناس، كثير من الاقتصاديين ومحللين يضحكوا علينا لما يقولوا 40 مليون عايشين في قارة بالإمكانيات اللي عندنا.